ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا هاتفيا من واشنطن مراسل الإخبارية زميل أحمد الجني. أحمد أهلا وسهلا بك، حياك الله معنا في هذه النشرة. مدينة ناشفيل تشهد الآن هذه المناظرة الأخيرة ما بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. سؤالي لك بشكل عام، هل تعد هذه المناظرة هي الأكثر تأثيرا على يعني سير الحملة الانتخابية؟ مرحبا بك حمدان. جرى العادة أن المناظرة الأخيرة دائما المناظرة الثالثة الرئاسية بين المرشحين لا تكون ذات أهمية كما للأولى وللأخرى، ولكن لأن الأولى فشلت بعد الفوضى التي عمتها ثم المناظرة الثانية أوليت، بالتالي يبقى الضغط أو الانظار متجه إلى هذه المناظرة، جزما أن هناك أعداد كبيرة والنسبة الأكبر من الناخبين المصوتين قد حزموا أمرهم وحددوا من هو مرشحهم. لكن لابد أن نضع في الاعتبار أن هذه المناظرة لها أهميتان. الأهمية الأولى ما لها علاقة بالرئيس ترامب الذي هو متأخر في وفق استطلاعات الرأي العام الآن، وبالتالي هو يحاول أن يعزز حظوظه وأن يعوض أو يصلح ما أحدثه في المناظرة الأولى، دعني أقول لاستمالة على الأقل نسب معينة خاصة في الولايات المتأرجحة. إذا أخذنا في الاعتبار حمدان أنه دائما الولايات المتأرجحة هي من يحسم الأمر في النجاح، وغالبا دائما النسب ما بين المرشحين في هذه الولايات المتأرجحة تكون نسب ضئيلة جدا، وبالتالي حتى هذه المناظرة الليلة حتى لو كانت أخيرة حتى لو كانت قبل موعد الاقتراع ب 12 يوم إلا أن ذات أهمية حتى عند هذه المجموعات. نعم. على الجانب الآخر عند بايدن أهميتها هو أن يمكن نفسه أكثر في ألا يتراجع حظوظه خاصة في استطلاعات الرأي العام، أن يعزز حظوظه على الأقل عند من يشكك في قدراته، عند من ما زال مترددا حول أهليته، فبالتالي لكل لها وجهها من الأهمية لكلا المرشحين، ولكن جزما لها أهميتها ما زالت حاضرة حتى لو كانت لنسب معينة في عموم البلاد. نعم أحمد. طب اليوم يعني هل هناك علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر ما بين الترخيص يعني الذي صدر اليوم لعقار ريميديسفير لعلاج كورونا والانتخابات بشكل عام؟ جزما أي حدث يحدث الآن لا يمكن أن يحيد عن مسار الانتخابات. أي شيء يحدث اليوم سواء كان على المسار الصحي السياسي الاقتصادي لابد أن يصب في مسار الانتخابات الحالية، ولكن لابد نضع في الاعتبار أن ما حدث اليوم هو عقار أي فقط للمصاب كورونا، بينما الكرة الأهم هو التي عرج عليها ترامب قبل قليل في المناظرة وهو التي دائما يحاول أن نجعلها شعارا سياسيا وانتخابيا له، هو اكتشاف اللقاح الذي هو الأهم من العقار نفسه، وبالتالي ربما لا يوجد أهمية أو تفاعل جماهيري أو استمالة انتخابية لاكتشاف العقار كما لو كان لقاحا. نعم. ترامب يعني تحدث أثناء المناظرة القائمة الآن، يتحدث عن موضوع كورونا تحديدا وأنه يعني أغلق أهم اقتصاد في العالم لمواجهة يعني الفيروس الصيني، ما زال يسميه بهذا الاسم. إلى أي مدى باعتقادك تعمد هذه التسمية أو بين الفينة والأخرى ما زال يضع الصين عنوانا لهذا الوباء؟ ترامب عادة حمدان هو يجيد، دعني أقول إذا صح التعبير هنا، شيطنة خصومه، وبالتالي هو يحاول أن يفتح الجبهات في خلف هذه الجبهة التي دائما تواجهه في كل مكان، بما في ذلك مناظرة الليلة التي افتتحت مباشرة بقضية كورونا، وهي القضية التي دائما يهرب منها لكنه يعود إليها. فهو في مناظرة الليلة مثلا يعود إلى موضوع الصين وأن ما حدث هو بإخفاق الصين من ناحيتين، أن الصين هي المصنعة لهذا الفيروس وأنها أيضا أخفت النسب الحقيقية، فبالتالي ظللت العالم في مواجهة هذا الفيروس. وهو أيضا من ناحية أخرى يقول لا يوجد لي أي مصير، وردد هذا الكلام الأيام الأخيرة وأيضا ردده اليوم، أن كل دول العالم يتواجه هذا المصير، وبالتالي لست بمنأى عن ما يحدث الآن، ولكن فعلت ما يجب علي أن أفعله، بل زاد على ذلك أنه لا يوجد رئيس يعمل ما عملته في مواجهة هذه الأزمة. نعم أحمد. أيضا يعني هناك العديد من القضايا من عناوين القضايا المطروحة للنقاش في المناظرة، لكن يبدو أن أزمة كورونا ما زالت تتصدر المشهد. يعني منذ قليل أيضا يعني جو بايدن يقول أن المسؤول عن العدد هذا المهول من الوفيات بسبب كورونا يجب أن لا يكون رئيسا لأمريكا.
أحسنت حمدان، وكورونا هي قضية الساحة ليست فقط على مستوى يعني الولايات المتحدة بل على مستوى العالم، وإذا تحدث السياسيون عن هذا الوباء فهم يتحدثون لتأثير ذلك تداعياته ليس فقط الصحية بل لتداعياته الاجتماعية لتداعياته الاقتصادية، وهي الأهم خاصة في الولايات المتحدة بعد معدلات التقلص التي واجهت الاقتصاد الأمريكي ليس فقط على مستوى مؤسسات وشركات واستثمارات الدولة بل حتى على مستوى المعيشي. اليوم نحن نتحدث أمام ملايين العاطلين عن العمل، وبالتالي دعني أقول كما يسميها بعض كتاب الرأي العام في أمريكا أن هي اللعنة التي دائما تطارد السياسيين حيثما حلوا. فكان من الطبيعي أن تطرح هذه القضية الليلة رغم أنها قد طرحت في المناظرة الأولى، وكان هناك اعتراض من حملة ترامب على إعادة الموضوع مرة أخرى في هذه المناظرة، ولكن لجنة المناظرات قالت بأن هذه القضية لم تصل للشعب الأمريكي كما يجب في المناظرة الأولى، وهي قضية أهم بالنسبة لهم، وبالتالي لابد أن تعاد مرة أخرى وأن يستمع الشعب لكل المرشحين عن مشروعهما في مواجهة هذه الأزمة الفتاكة بكل العالم وليس فقط بالولايات المتحدة. نعم، خليني أسألك عن بايدن تحديدا، برأيك ما أبرز نقاط القوة التي يرتكز عليها اليوم بايدن؟ النقطة الأولى حمدان هو ما ضعف فيه ترامب، ودائما يعني يحاول الديمقراطيون أن يتقصوا الثغرات التي يحدثها ترامب ليكونوا حلا بديلا عنه. بالمقام الأول هو موضوع كورونا، وعادة كما قال كثير من الاقتصاديين لولا أزمة كورونا لضمن ترامب فوزا آخر مريحا نظرا لما حدثه في معدلات الاقتصاد والنمو خاصة قبل أزمة كورونا، وبالتالي هذه النقطة الأولى والأهم. النقطة الثانية وهي قضية من تعد من أهم ثلاث قضايا ينظر إليها الناخب الأمريكي في الانتخابات الحالية، وموضوع الانقسام المجتمعي والاجتماعي الذي يعيشه المجتمع الأمريكي الآن. نحن نشهد استقطابات سياسية حادة لم يعهدها المجتمع الأمريكي منذ ثلاثة عقود، وبالتالي معدلات العنصرية تزداد، معدلات العرقية والانتماء القومي تزداد، تعريف معنى الوطنية فيها تغير مختلف تماما، وبالتالي أيضا الديمقراطيين يحاولوا أن يقولوا نحن من يعيد لملمة هذه البعثرة الوطنية والشعبية لنعيدها إلى مقياسها الصحيح. ربما هذان أهم ملفان يحاول بايدن والديمقراطيون الضغط عليه، وهم ينظرون أن ترامب لم يوفق في هذين الملفين، وبالتالي نحن البديل الأنجح والأنجأ في هذه الفترة الحرجة على مستوى الأمة الأمريكية. نعم، إذا من واشنطن مراسل إخباري الزميل أحمد القرني، شكرا جزيلا لك أحمد.